نقدموا ريوسنا في لي زونتروتيان كيف ما كنشاهدوا كيف ما كنعرفوا كاملين وان لي زونتروتيان دابا قبل واحد 10 بحال هكا واحد 10 سنين كاع الشركات ولاو كيديروا لي زونتروتيان بالفرنسي يعني من لونتروتيان كيقيس كيعرف المستوى والنيفو ديال السيد ولا السيده اللي جاي تخدم عندهم واش عنده الكاباسيتي واش عنده الامكانيه بانه يدير الفرنسي واش يمكن لي انه يفهم الفرنسي شي واحد يلهضر مع الفرنسي يفهمه ولا لا داكشي علاش اول حاجه كيسولك على بريزونتيفو اول حاجه غنقولها لك ملي غندخل بريزونتيفو خاصكم تعرفوا شنو تقولوا كيفاش تركبوا الجمله صحيحه اهم حاجه ماشي غير تقول مثلا انا جون اوديب مثلا ما تقولش انا نقول جون اوديب 24 عام لا خاصك الجمله مفيده فيها سوجي فيرب اي كومبليمون سوجي فيرب اي كومبليمون ضروري هكاك باش كتوري بان جمله صحيحه كتعطي ماشي غير جي انا لا 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 صافي وتدخل شحال هكا خاصك تبرها ليه وخاصك تعرف ليه على راسك في جمله مفيده ملي كتسالي البريزونطاسيون على راسك كتلقى راسك انا عطيتك باراغراف صغيره شامله لكاع لي زانفورماسيون اليوم غادي ندوي على لي شوز على الاشياء المهمه اللي خاصك تدوي عليها في المقابله تاعك خاصك تخرج عليها ديجا كيكون واحد السي في هذاك السي في بين يديه خاص داكشي اللي غتقول يكون مطابق لداكشي اللي عنده هو يعني ماشي انت في عمرك 25 عام ودير لي السي في 23 عام ولا في عمرك 30 عام ودير لي 25 عام داكشي اللي غتقول ليه هو اللي كاين نفس الحاجه نبداو الفيديو ديالنا لي زيتاب اللي خاصك تدوي عليهم اهم الاشياء خاص حاجه خاصك تدوي عليها المعلومات الشخصيه عليك تكون قصيره جمله كيف ما قلت لكم فيها سوجي فيرب كومبليمون ما تطولش بزاف معلومات شخصيه عليك اول حاجه غادي نديرها هو لو برينوم اي لو نون لو برينوم لو نون الاسم والنسب ديالك كيفاش غتركبهم الجمله تسميتك مثلا جون ولا احمد علي ولا احمد شعباني يمكن احمد شعباني سميه كنيه كيفاش غتركبها الجمله غتقول جو مابيل يعني سميتي جو مابيل احمد شعباني ممكن تقول لي مون نون اي احمد الشعباني اللي هي اسمي هو احمد الشعباني انا تي كامل نكتب لكم هنايا في الجنب باش تعرفوا اكزاكت الا بغيتوا تكتبوا بحال هكا في ورقه وتحفظوا هذه انا نكتبها لكم هنا تلقاو هنايا مكتوب مون نون اي احمد الشعباني ولا تقول جو مابيل احمد الشعباني تو سامبلومون ولا تقول جو سوي احمد الشعباني انا احمد الشعباني جو مابيل احمد الشعباني ابري كدوز لثاني حاجه اللي هي لاج العمر ديالك كتقول دو شوز دو فراز ممكن تقولها سوا تقول جي 25 ans يعني عندي 25 عام ولا تقول جو سوي ني ان 1995 معناها انا تزاديت في 1995 ممكن تختار ما بين هاد سوا جو سوي ني ان 1995 ولا تقول جي 25 عندي 25 عام ثالث حاجه اللي غندوي عليها في الفيديو هي سيتوياسيون فاميليال اللي هي الوضعيه الاجتماعيه ديالك سيتوياسيون فاميليال هي واش اعزاب واش مزوج واش مطلق واش ارمل يعني كتعرف
كلمه واحده ما بين هادو، كتختار انت هاد ما بين هاد خمسه الكلمات اللي كتكتب، وكتقول جو سوي سيليباتير انا عازب، ولا تقول جو سوي ماريي انا مزوج، جو سوي ماريي انا مزوج، ولا تقول جو سوي ديفورسي انا مطلق، ولا تقول انا ارمل جو سوي فيف فيف الارمله فيف بالنسبه للراجل ارمل فيف فيف. انا شي كامل غتلقاو هنايا بيان سور كاتبه لكم اللي غادي يبسط لكم اكثر كيفاش كتكتب وكيف تغندب عليها. هي ليو دابيتاسيون، هي المكان فين كتسكن. جابيت ا كازابلانكا اكزاكتومون ا حي محمدي لا سيد البرنوصي، يعني كنسكن في كازا في الدار البيضاء اكزاكتومون ولا بالضبط في الحي محمدي أو لا البرنوصي. هادو ساهلين، هاد العبارات ساهلين، يعني انت كتبقى تلعب بهاد لو فيرب ابيتي. جابيت ا باري، جابيت ا نيويورك، هادو غير مثال. ابري خامس حاجه خاصك تدير عليها وتركز عليها مزيان حيت هي الرئيسيه في هاد المقابله كامله، هي لي زيتود ديالك. اشنو قريتي ولا شنو هما الدبلومات اللي حصلتي عليهم، شنو هما الكليه ولا الجامعه ولا السونتر ولا ليكول اللي تخرجتي منها. اول حاجه غتقول جي اتوديي على فاكولتي سميتها جي اتوديي، يعني هذا دليل انك ساليتي قرايتك. جي اتوديي على فاكولتي ولا على ليكول ولا شوف المدرسه ولا السونتر ولا الكليه اللي كنتي فيها، تقول السميه ديالها. جي اتوديي على فاكولتي حسن دو مثلا المحمديه ولا كازا. اون جينيرال هذه هي لا فراز اللي كتقال جي اتوديي على فاكولتي حسن دو ولا محمديه ولا شوف انت فين قريتي. هذه ممكن تقول جو بورسوي مي زيتود على فاكولتي حسن دو، المهم حسن دو لا فاكولتي حسن دو هذه كتبقى غير مثال. نتوما ممكن تقول اي كليه اللي نتوما كتقراو فيها بيان سور. الا كنتو مازال كتقراو باقي مكملين قرايتكم وديتو لونتروتيان نتوما مازال كتقراو، جو بورسوي مي زيتود ا لا فاكولتي مثلا حسن دو بيان سي جي، المهم على العمل اللي كتعرفوا ديرو شنو هو. كتقولوا جو ترافاي شي، ممكن تقول الشركه اللي ديجا خدمتي فيها. تقول جي ترافايي شي مثلا رونو باغ اكزومبل، جي ترافايي شي رونو اون طونك انجينيور، يعني خدمت في رونو على اساس انني مهندس، هذا مثال. ولا ممكن تقول جو سوي ميدسان، جو سوي بروفيسور، غير الماتيه اللي انت كتخدم فيها. جو سوي ميدسان، جو سوي بروفيسور، صافي. يعني جو سوي كيفما قلت لكم فيها لو سوجي اي لو فيرب اي لو كومبليمون، جو سوي ميدسان، جو سوي بروفيسور، صافي. ما كتزيد ما كتنقص، كيفما قلت لكم ان الباراغراف ديال البريزونطاسيون ديالكم خاصها تكون صغيره وشامله، شامله لكاع المعلومات عليكم. الحاجه اللي قبل من الاخرى لي لوازير، يعني الهوايات اللي كديروا. شنو غتقولوا في لافراز؟ غتقولوا مي لوازيغ سون، يعني هوايات هي الرسم، السباحه، المطالعه، السفر، الفوتوغرافي، لو تياتر، لي لونغ بارلي اللي هي اخر حاجه، يعني اللغات اللي كتعرف تدوي بهم. اول حاجه غنقول لونغ اغاب بيان سور، حيت لا لونغ ناتال ديالنا واللونغ ماتيرنال واللغه الام ديالنا، يعني اللغه العربيه يعني معروف بانها اللغه الام ديالنا. في هذه الفقره الاخرى اللي فيها لي لونغ اترونجير اللي كتعرف تدوي بهم، اللي كتعرف تدوي بهم، يعني ما تقولش شي لونغ انت ما كتعرفش تدوي بها وتقول لهم كنعرف ندوي باسبانيول، كنعرف ندوي بالانجلي، يعني غير باش تقول بانك راك كتعرف، يعني كتعرف شي، كتعرف لي لونغ وانت ما كتعرف تدوي حتى شي لونغ من غير الفرنسي مثلا ولا الانجلي ولا هادي. ما طيحش راسك في هاد في هاد الفخ ان ممكن في اي وقت من تقولي مثلا انك جو بارل كورامون اسبانيول،
ديك ساعه يقول لك اياه يسولك ديك ساعه يمكن حتى هو كيدير مزيان بالاسم. اهم حاجه انك ما تطيحش راسك في هذا الوضع، يعني في واحد الوضع حرج انك تقعد بليه كنعرف ندوي بالسبانيونيه، كنعرف ندوي بالتركيه، كنعرف ندوي بالانجلي، وانت ما كتعرف حتى شي لونغ من هادو. يعني من الاحسن انك تجي الصراحه وتقول ليه لي لونغ اكزاكت كتعرف تدوي بهم مثلا، حيت الا كذبتي عليه وقلتي لي انا كندير بالاسبانيول ديك الساعه يسوق بالاسبانيه، ولا كنعرف ندوي تركيا ديك الساعه يدوي معاك بالتركيا يقول لك ادينيني ولا ناصر السناز ولا يمكن اي حاجه بالتركيا ولا بالانجلي، يقول لك اي حاجه بسيطه بالانجلي تخليك نتايا في واحد وضع حرج هاو ار يو ولا اي حاجه ماش غير هاو ار يو، شي حاجه اللي what's your favorite subject يمكن، ولا يقولك what's your favorite اي حاجة غير باش يطيح منك ويختبرك ديك ساعة واش فعلا كتعرف تدوي بهذيك اللغة ولا غير كاذبني ولا غير كاذبني. المهم هذه نصيحة ليا من ليكم باش ما تطيحوش في هذا الوضع وما تحرجوش، اهم حاجة انكم ما تحرجوش. جينا لنهاية الفيديو، كان هو هذا الفيديو ديالي، اول فيديو انا غندير فيه بشكل مباشر مع الكاميرا، حيت اكثريه الفيديو ديالي كنصور غير داكشي اللي كنرسم وداكشي، عمري ما صورت هكا دويت مباشره مع الكاميرا. قولوا لي في لي كومونتير الا كنتو باغين دوطغ فيديو بحال هكا فيهم هكا كيدو على لي زيتود يدو على لي لونغ، واش بغيتو تتعلمو كتر الفرونسي، بغيتو تتعلمو كتر الانجلي، شنو اللغة اللي تبغيو تعلموها معايا، عندكم شي اسئلة بغيتو تسولوها عليا خليوها في